السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الفطير المشلتت او فطير الافران بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. اول حاجة معايا حوالي كيلو من الدقيق، هنخله في بولة كده زي ما انتم هتشوفوا معايا. وبعد ما نخلت الدقيق كله هنزل عليه معلقة سكر كبيرة ونص معلقة من الملح او معلقة صغيرة من الملح، وهنزل في بولة العجان كده زي ما انتم شايفين. طبعا كان سهل جدا ان انا اعجنه في البولة زي ما هو، بس انا عندي مشكلة بالنسبة للعجن، تقدري انت تعجنيه في البولة عادي جدا مش هيحصل اي حاجة. وطبعا ده بعد ما عجنته سبته يتعجن حوالي 5 دقايق او 7 دقايق في العجان. طبعا لو على ايدك هتعجني مش اقل من 15 دقيقة. بنعجنه بمية عادية جدا من الفلتر او من الحنفية. بقطعه كده زي ما انتم شايفين، انا سبته طبعا يريح على الاقل 10 دقايق، وبقطعه كده كور متساوية زي ما انتم شايفين. انا قطعته حوالي 12 كرة علشان هعمل كل 3 فتيرة. طبعا كل واحد ليه طريقة وليه اسلوب في عمل الفطير، فهتشوفوا معايا بقى طريقتي سهلة جدا مفيهاش اي تعقيدات. بكورها الاول وهسيبها برضو 10 دقايق تريح. طبعا العجين ده مفهوش خميرة ومفهوش بيكنج باودر مفهوش اي حاجة، لكن طبعا العجين عشان يديك المطة اللي انت محتاجاها في فرد الفطير لازم طبعا نريحه. اي عجين في الدنيا لازم نريحه زي ما انتم شايفين كده. حطيت حوالي 2 نقطة من الزيت بعد طبعا ما ريحت العجين، وبدأت افرد فيه بالفرد معايا بمنتهى السهولة. انا دلوقتي بعجنه بفرده قصدي بالنشابة الصغيرة بتاعتي، لكن طبعا هوريكم برضو ازاي تفردوه بايديكم بسهولة جامدة جدا من غير اي نشابة ولا اي حاجة خالص. طبعا نوع دي معايا كان ممتاز جدا وبيتفرد بسهولة ومريح طبعا، فمحتاجش معايا وقت. باخد كده من الخليط اللي انا عاملاه طبعا علشان التوريق، اللي هو عبارة عن زبدة وكمان سمنة بلدي وزيت. النسب بقى زي ما انت عايزة، تزودي السمنة البلدي تزودي الزبدة زي براحتك حسب امكانياتك وحسب ايه ظروفك. وزي ما انتم شايفين كده باخد كرة كرة وببدأ ان انا افردها، واحط عليها برضو سائل التوريق اللي انا عاملاه، واحطها واحطه في قلب بعض لحد ما اخلص الكمية اللي انا ان شاء الله هعملها. وزي ما انتم شايفين كده بفرد الخليط اللي انا عاملاه بتاع التوريق بظهر المعلقه. طبعا بعد كده هفرده بايدي، يعني تقدري تفرديه بالفرشه باي حاجه متاحه عندك عادي مش هتفرق. يعني بدخل بقى الفطير اللي انا طبقته قبل كده جوه الفطيره اللي انا فرداها لسه، وهكذا. كل فطيره بعملها بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب. بسيبها بقى في الصينيه كده تريح برضو 10 دقايق قبل ما افردها خالص في الصينية عشان تتفرد معايا بمنتهى السهولة زي ما هتشوفوا معايا. ودلوقتي طبعا انا بوريكم ازاي بيتفرد بايدي بمنتهى السهولة، وهيبقى رقيق جدا جدا وفي منتهى الجمال، لان طبعا الدقيق معايا حلو وكمان العجينة ريحت بما في الكفاية. يعني هحط برضو الخلطة بتاعت التوريق
وهكذا يعني، كل طبقة بعملها بدخلها لحد ما اخلص الثلاث طبقات اللي انا عاملاهم للفطيرة. وطبعا بحط في الصينية وبسيبها تريح، وهفردهم كلهم مع بعض. وانا طبعا مشغلة الفرن على اعلى حاجة، الفطير لازم يدخل على الفرن يكون ساخن جدا، ما ينفعش طبعا ندخله بعد كده نشغل الفرن، لازم يكون الفرن اصلا شغال واحنا بنشتغل، علشان طبعا ما ينشفش منك ويبقى طعمه مجلد ومش حلو. فانا دخلته على فرن ساخن. طبعا اول فطيرة اخدت معايا حوالي 15 دقيقة، وبعد كده كل الفطير اللي فاضل اخد معايا كل واحدة 10 دقايق. وطبعا دلوقتي بعد ما خلصت كل الفطير بتاعي ببدأ ان انا افرده في الصواني. بحط طبعا معلقة او معلقتين كده فوق الوش من السائل بتاع التوريق او الخلطة بتاعة التوريق، وبفرد بيها، بتتفرد معايا بسهولة طبعا لان الفطير رقيق، هي بتساعد اكتر علشان ما يتقطعش منك. بنفرده كده في الصينية، مش شرط طبعا لو صينية كبيرة انك انت تمليها يعني، المهم تخليها مش رفيعة قوي، وكمان يبقى كلهم سمك واحد. وطبعا بمجرد ما بتطلع من الفرن بنغطيها طبعا بفوطة ولا بأي حاجة علشان خاطر طبعا ده بيساعدها اكتر على ان هي تطرى معانا. طبعا اللي لسه ما دخلناهاش الفرن برضو بنغطيها عشان ما تنشفش من الوش بتاعها. انا بوريكم كده التوريق قد ايه كانت روعة جدا جدا وما شاء الله رقيقة. اخر واحدة اهي بفردها، وبقيت الصواني في الفرن. انا طبعا مش عايزه اقول لكم ان في صواني خلاص يعني او في فطير اتاكل، بس انا بكمل الباقي عشان اوريه لكم يعني. ما شاء الله كان حلو جدا ما شاء الله يعني. اتمنى طبعا ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو النهارده، واي حد مبتدئ ان شاء الله يجرب طريقتي هتنجح معايا يعني، وهيعرف ان شاء الله يعمله بكل سهوله. هنشوف مع بعض بقى التوريقه بتاعت الفطير. طبعا هو كان سخن جدا جدا وشايفين درجة السوا من فوق ومن تحت، وطري جدا يعني مش عايزة اقول لكم قد ايه كان جميل ما شاء الله عليه يعني. اتمنى طبعا ان انتوا تدعمونا باللايك والشير، والاول مرة يشوف القناة ما ينساش يعمل سبسكرايب ولايك ويدوس على زر الجرس على كلمة اول عشان يوصلوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.